يعني بيزار كاميرا فاس ليا رينج لايت فاس ليا راه بعد بيوتي رجعت ما جاتش دخله زوينه. نبداو. سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه ومرحبا بيا عندكم. اول مره غادي نصور بكري غير باش نقول لكم بون بكري فقت بكري زعما دابا شحال 11 قسمين يعني ماشي بكري، بالنسبه لي اول مره زعما غادي نصور بالنهار لان ولدي يعقوب ليكول، دونك انا عندي الوقت باش غادي نصور لكم نهار يس. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نصور لكم فيديو تيوتو ميكاب. ميكاب يعني زعما ماشي شي حاجه ثقيله ولا شي حاجه يوميه، شي حاجه بسيطه شرط انها تكون سهله وانه كل واحد يقدر يدير الميكاب. بالنسبه للمنتوجات فهما غادي يتبدلوا من كل واحد لواحد على حساب مثلا واش فيها الحبوب، واش فيها بزاف ديال السيرم، واش ما فيهاش السيرم، يعني وحده ما تحتاجش نهائيا انها دير فون دو تون ولا دير اونتي سيرم، ماشي بالضروره تبع الخطوات هذو اللي غادي ندير. بون بغيت دونك اول حاجه كان ايدغات الوجه ديالي، دونك داج هادي درتو في الاوف، درت الوجه ديالي لا كريم ايدغات دونك الكونتور ديال العينين بيان سور. اي من بعد دونك غادي ناخذ لانه وجهي كيبان لكم هيان هيان، دونك غادي ناخذ هاد كوكو برايم هذا ديال هيلو بادي، غادي ندير شويه منه كيعطي واحد الكوداكلا زوين للوجه، ديرو تحت عينيه انه داك لا فاتيك زوين انكم ديروا هايلايت تخلطوه مثلا مع كريم اللي بغيتوا ديروه تحت عينيكم. بالنسبه للناس اللي عندهم هنايا تحت من العينين المنفوخ، بون انا ما عنديش منفوخ مي نحتاج ندير هايلايت باش يبان افي بون مين كيجيكم. بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم دهنيه وعندهم اكسي دو سيبوم اكثر من القياس، غادي ننصحكم بهاد بور اكسبريس ديال لا مارك فيلوغا، فرانشمون واعره ان كود كير، ريحتها زوينه تتماتي في الوجه ديالك، ما تخليش ان هذاك لابريونس تخرج ولا ان لو فون دو طون ولا داكشي اللي غادي ديرو يتحرك من بلاصتو. دونك فريمون كتعجبني بزاف بزاف، غادي نديرها لانه انا البشره ديالي دهنيه دونك غادي ندير فينيفي ريحتها زوينه كتعجبني. اي هادي من فريمون زعما لي ماتيفيون اللي عجبتني بزاف، لانه كاينين شي وحدين الوقت اللي كنديرهم وكنبغي ندير فوق منهم فون دو طان كيولي كيتقشر، ما عرفتش واش فهمتوني ولا لا مي المهم كطرى ليا بصراحه. ما عرفتش واش ندير لونتي سيرم هو الاول ولا البيبي جلو. اوكي غادي نديرو البيبي جلو يبان لنا شنو الفرق عاد ديك الساعه نرجع. دونك هاد البيبي جلو فرانشمون زوينه بزاف، دونك فلويد دو طان لوميير كيعطي ليكلا للوجه بود بيبي افي انتي فاتيك، دونك فيك انه لا بو ديالي كتبان لكم فريمون ميته فهذا انتي فاتيك جادور تيعجبني، ما انا عارفه بانه بالنسبه لا كوفرونس ما غيكوفري ليا حتى شي حاجه. الله غادي ندير شويه هكا ولي ولي ما عرفتش من غادي ندير بيديو راسكم بلي تيعجبني بزاف ندهن الوجه ديالي وداكشي بيديو باسكو دي احسن حاجه كيعطي واحد لافي زوين حسن من بيوتي بلاندر وحسن من البانسو. مي الصراحه في الفون دو طون جو بريفير البانسو. دونك سي جامي كنتو باغيين غير افي بون مين نصحكم فريمون بهذا عجبني. بالنسبه لهاد الحبيبات سي با غراف سي با غراف غنخليهم بحال هكاك، مي واخا هكاك كاينه واحد الفئه اللي غادي تبغي ان فون دو طون وتا هو يكون نفس الكونسيبت زعما ماشي بحال بون ماشي بحال هذا، حيت هذا بيبي جلو فرانشمون لا تيكستور ديالو خفيفه بزاف وفيه الاس بي اف 25، دونك هذا ديال كيرلان اي لاتانت سي 3 ميديوم. مي سي جامي كنتو باغيين زعما شي حاجه بحال هذا البيبي جلو ننصحكم فريمون بهذا فيلورغا، دونك هذا زوين بزاف فلاش 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 نيود، دونك فريمون زوين ما كيخليش زعما لافي ديال فون دو طون ولا كيبان شي حاجه تقيل الوجه ديالكم وما تحسوش به. اي لا كومبينيزون ديال هاد لي دو خطيره ديال هاد بور اكسبريس وهذا فرانشمون زوينه. مي الا كنتو باغيين ان فون دو طون فون دو طون زوين ولا في ديالو حتى هو زوين ديال باك ستيج سي مون كود كور هو اللي كنستعمل ديرنييرمون، دونك هذا في تانت 3W اي ديرنييرمون كنت حطيت لكم ستوري بيه فرانشمون جادور على شاك فوا كنكون خارجه تيقولوا لي البنات اش من فون دو طون راه عاديره، دونك هو هذا.
سينو بالنسبه للسيرم دونك انا عندي شويه ديال السيرم وعندي لسيرم في كبير باسكو عندي هاد الجهه تحت عينيا شويه داخله دونك غادي ناخذ هذا ديال اش تو فيس من عند اسماء اكسسواريز غنخلي لكم لا ليست تاع لي برودوي لتحت في الديسكريبشن بوكس دونك غادي ندير بلا مغي شويه كيف شفتو وغادي ندير هذا البيوتي بلندر. طب هاد لا بودغ هادي نيت لي هازه دونك غادي ناخذ البانسو ديالي ها هو هادي ديال ميك اب فور ايفر فرانشمون واعره زوينه بزاف 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 كنت خديتها حتى هي من عند اسماء اكسسواريز كنت شفتها عند واحد يوتيوب سميتها لوفي وعجباتني تالمون كانت كدوي عليها زوين كقلت والو هذيك لا بودغ خصني دونك كومونديتها من عند اسماء اكسسواريز واعره عجبتني بزاف ما كتبانش ماشي ثقيله على الوجه ما كتحس بانه هنا كينشف لك تحت عينيك اي فماك فريمون كيف ما كنحط لونتيسام كيف ما كيبقى وكيبقى الوجه ديالي زعما الوجه كيبقى الماكياج ديالي فيكسي وعفاكم ما ديوهاش عليه لانه دو روتور روعه دونك تحت من عيني الا بغيتو زعما مثلا تبتو الكونسيلر ديالكم بالبيوتي بلندر راه حتى هي زوينه دونك من بعد ناخذ هاد الباليت هادي ديالي ديال دبالم دونك فيها كل شيء هانتوما هنايا دي فارا بوبيير هنايا لا هذا هايلايت وهنايا الفاراجو ومعهم هاد سميتو البرونزر بهاما ماما بهاما ماما دونك لي معروف كندير اوماج دو بالم دونك غادي ناخذ هذا ديالهم يعجبني بزاف صراحه زوين شيت من كيبان هاد الحبوب بحال هكا وفات بحال هكا تقول لهم فوالا راني ما دايره والو الوجه ديالي افي بون مين واخا الحبوبه كتبان اي فرونسون زعما ما عنديش مشكل حاليا يمكن كون كانت عندي شي غيونه ولا شي حاجه كنت نديرها باش نضرق ما بغيتش نكثر عليكم في البرودوي هكا احسن غادي ناخذ بانسو هايلايت هادي ديال فانتي بيوتي تعجبني بزاف وغناخذ هاد الهايلايت هذا دونك دائما افي فولمين فرحانه والله الا فرحانه حيت كنصور هاد لا فيديو انا فرحانه بزاف غتبان لكم غير من الهضره ديالي بانه فرحانه اشوف شحال درت ديال الهايلايت دي كوش ديال الهايلايت وغادي ناخذ بانسو رقيقه وناخذ نيت الهايلايت ونديرها في الكحول ديال عينيا ناخذ بانسو هذه ديال جاكلين هيل من عند امريكان شوب بي حنان ناخذ البرونزر يعني من نفس الباليت بلا ما نحتاج انه نبقى ندور من بلاصه لبلاصه دونك غادي ندير هنايا بوبيير ديالي من ها فيها غندوز على نيفين المهم هنا جو سي بلي ما بقاش ميك اب سان مي جادو هاد لا بارتي هادي كتعجبني كيعجبني هذاك المارون اللي تيكون في النيف كيجي زوين ناخذ بانسو نورمال باش غادي ندير من تحت من عينيا هاد لا بارتي هادي وهاد لا بارتي زوينه بزاف لانه الا كنتو نتوما من الناس اللي الوقت اللي كديروا الكونسيلر ديالكم وتيبقى هكاك هذوك لي بيتي ريديو اللي كاينين تحت من العينين الوقت اللي كدوزوا البانسو بحال هكا كيتستومبا اي فريمون ما كتبقاوش تردوا لهم البال دونك ماسكارا ما غاديش نحتاج باسكو دايره ليكستنسيون ديال فرانشمون هاد الطاب كتعجبني لانه ما كنبقاش ندور بعيني دونك هاد لي سيل هادو درتهم عند لو صالون ديال ماتريوشكا فوالا دونك بقاو الحجبان ما بقاش شي حاجه صعيبه وباقي الفرن دونك ندير حجبان ونرجع لكم غو دونك بالنسبه للحجبان فانا استعملت هاد البرايمر هذا هو الاول تيعجبني باسكو تيفيكسي الحجبان دونك هذا الاول اي ثاني استعملت هاد البرو لاينر جيل من عند انغلوت دونك هذا سي لا كولابوراسيون انتر انغلوت اي جينيفر لوبيز فرانشمون تيعجبني بزاف بزاف لانه الوقت اللي كنرسم به الحجبان ديالي كيبقاو هما وما تيتحركوش من بلاصتهم نهار ك مل دونك فوالا علاش ما بينتهمش لكم باسكو الصراحه ديجا زعما صورت لكم فيديو على الحجبان وزعما الترتيب ديالهم ما تبدلش فغادي نخلي لكم الفيديو هنايا في الايت مشيو تفرجوا فيها من الاحسن دونك فيديو ديتايي بالنسبه للبنات اللي ما تنتفوش حجبانهم بون انا كنحيد من الفوق كنعاود نقولها بانه كنحيد من هاد لا بارتي هادي ما تعجبنيش دونك كنحيد منها مي كنخليهم من التحت يبقاو ناتشورال هذاك اللي تيعجبني دونك سي جامي كنتو انتريسي فادخلوا في دخلوا في لا فيديو طلعوا عرض دخلوا لا فيديو تفرجوا فيها اي دونك دابا غادي نرجع لهاد لا باليت هادي ديال دبال وغادي ندير هكا لهاد لي كولور غير شويه هنايا غير باش ما نبانش غير مارون كنبان جوزه
فوالا دونك اخر حاجه غادي تبقى ليا وهذا الحكار هذا حفظتوني به انا متاكده هذا حتى هو ديال انغلوت لا ريفيرونس J213 شامبان حتى هو لا كولابوراسيون انتر انغلوت اي جينيفر لوبيز فرانشمون هاد لا كولور ديالي مون كود كار هذا غير باش نقول لكم هذا العكر الثاني ديالي اي ما بقى ليه والو وحتى هو الرسوم مسكين خرجت عليه فرانشمون زوين ما كيبقاش النهار كامل باش نقول لكم تيدير الخط من هنايا مي لا كولور كتعجبني بزاف جادور دونك ولي غندير c'est ma couleur préférée une touche ligne cita et les quêtes j'aime bien il y a le moment où quand on la passe par le haka شي حاجة مفتوحة j'adore ندير هنا الهايلايت كيعجبني et parfois quand c'est هذا liquide ou تنديرو لهنايا كيجي زوين بزاف et donc بحال هكا كنكون ساليت لي برودوي اللي كنستعمل باش كنخرج بهذا لوك هذا سي مون لوك بريفيري اللي تنديرو على عين كل نهار هكا ملي كنكون خارجه الحاجه الوحيده اللي كتبدل عندي هي بون دو طان اللي غادي ندير اون فونكسيون ديال لو بوزوان ديالي عندك هذه الاولى اللي كتبدل اي لا بدلت لا بودغ دونك من ميك اب فوريفر كندير الاخرى ديال لوغ ميرسي باسكو كتعجبني بزاف بزاف ولا بدلت فوالا العكر هذا ما كان التوش فينال هي غادي نفيكسي هادشي كامل دونك هاد الفيكساتور ديال اناستازيا ريحته زوينه كيشد كيفيكسي زعما الماكياج مزيان 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 نهار كامل بلا ما تيبوجي كاع حسن علي من ماك عجبني هذا ديال اناستازيا دونك هذا من عند حنان امريكان شوب فوالا غادي ندير بحال هكا اي فوالا هذا هو لوك فينال كيجاكم خليو لي في التعليق ديالكم خليو لي حتى نتوما لي زيتاب ديال الميك اب اللي كديروا ما تنساوش انكم ديروا لايك سبسكرايب على القناه ديالي اي هكا باش توصلوا بشعر كل ما هو جديد اي استسمح اللي كثرت عليكم من لي فلوغ ومن داكشي ديالي اللي بعيد على الميك اب روحه ها هي رجعت نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه بيزوات